نذهب لنشاهد هذه الصور لمظاهرات تحولت إلى اشتباكات بين قوات الأمن اليونانية ومتظاهرين على خلفية حادثة القطارين التي يعني خلفت قتلى منذ قرابة الأسبوع. طبعا كان هناك حديث اليوم لوزير النقل اليوناني أن بلاده قد تستأنف تسيير قطارات الركاب بنهاية هذا الشهر شهر مارس، ولكن بعد تأمين وتوفير إجراءات السلامة التامة. إذن نشاهد هذه الصور للاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة اليونانية. نذكر بأنه حادث اصطدام القطارين هو الأكثر دموية في سجل حوادث القطارات باليونان، وبعد دخل موظفي السكك الحديدية بإضراب يتجدد كل 24 ساعة.